أهلا بكم في كندا، ثاني أكبر دولة في العالم، التي تنعم بالطبيعة الخلابة والمدن الحديثة ومنظومة واسعة من المؤسسات التعليمية الرائدة، من كبرى الجامعات العريقة والكليات، المعاهد التقنية الشهيرة في المدن الكبيرة والحيوية، إلى الجامعات والكليات في المدن المتوسطة والمناطق الريفية. تمتلك كندا الخيار المناسب لكل طالب. نحن نفخر باستضافة سابع أكبر عدد من الطلاب الدوليين على مستوى العالم. يوجد حالياً أكثر من 265 ألف طالب دولي في كندا في جميع المستويات الدراسية. كونوا جزءاً من جالية الطلاب الدوليين وتعلموا في واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية. ومما يميز التعليم الكندي عن غيره، جامعات تركز على البحث العلمي بشكل مكثف وتوفر برامج أكاديمية متقدمة تمكنك من المنافسة بنجاح في عالم تسوده العولمة وتمكنك من المساهمة بشكل فعال. تقوم الكليات والمعاهد المهنية والتقنية بإجراء البحوث التطبيقية المهمة. العلماء الذين يعتبرون رواداً في مجالات بحثهم. تحتل كندا المرتبة الرابعة عالمياً باهتمامها بالبحث العلمي. نحو 50% من منشورات الأبحاث الكندية شارك في تأليفها كتاب من دول أخرى. مرافق وخدمات على مستوى عال مع أحدث معدات التكنولوجيا، وسوف تستمتعون بأفضل البيئات الدراسية التي تسهل عليكم تحصيل المعرفة والعلم. وأيضاً يمكنكم الاستفادة من الكثير من التجارب العلمية الحقيقية خلال دراستكم، وبذلك تتعلمون كيفية تطبيق وتوظيف مهاراتكم الجديدة. ستكون لديكم الفرصة للتعامل مع أساتذة يحفزونكم على الإبداع، يقدرون جميع الثقافات، سوف يساعدونكم على تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية. حياة جامعية مفعمة بالحيوية توفر فرص تكوين صداقات جديدة. سوف نبين لكم المسار وكيفية الوصول إلى هناك. نزودكم بمعلومات حول مكان ومجال دراستكم وكيفية الوصول للمعلومات والتأشيرة والأوراق الرسمية. ولدينا برامج في مدارس معتمدة تعزز مهاراتكم في اللغة الإنجليزية والفرنسية. تقدم كندا العديد من المنح الدراسية المتنوعة والمصممة خصيصاً للطلاب الدوليين من جميع أنحاء العالم. تقدم لكم كندا عالماً مليئاً بالفرص لتحقيق أحلامكم. يمكن للطقس أن يكون بارداً، لكن استقبالنا الدافئ سيجعلكم تشعرون وكأنكم في أوطانكم. للمزيد www.cbie-bcei.ca